أهلا بكم إلى الانتخابية. وفي عناوينها: السيسي يحصل على أكثر من 90% من الأصوات وفق النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية. الأمم المتحدة تتوقع احترام الأحزاب والقوى العراقية ميثاق الشرف الانتخابي. إعلان المزيد من اللوائح في لبنان واتهامات سياسية متبادلة في جلسات الموازنة في البرلمان. أهلا بكم. أهلا بكم. إلى مزيد من السخونة تتجه المشاهد الانتخابية في لبنان والعراق وتونس بعد حسم السباق الانتخابي في مصر. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نال أكثر من 90% من الأصوات بحسب أحدث أرقام الفرز، فيما تتكاثر المستجدات الانتخابية في العراق مع بروز الميثاق الانتخابي ودعوة الأمم المتحدة إلى الالتزام به. أما في لبنان فشكلت جلسات بحث الموازنة منصة للاتهامات السياسية على وقع استمرار إعلان اللوائح الانتخابية. وفي تونس يناقش مجلس نواب الشعب قانون الحكم المحلي. هذه التطورات وغيرها نناقشها مع شبكة مراسلين المنتشرين في مصر والعراق ولبنان وتونس لمعرفة آخر المستجدات الانتخابية، والبداية من مصر. كشفت النتائج الأولية للانتخابات المصرية عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على نحو 90.5% من الأصوات. وفيما تتواصل عمليات الفرز أظهرت آخر الأرقام حصول المرشح مصطفى موسى على نحو 608,000 صوت من أصل 23 مليون صوت بحسب وسائل إعلام مصرية. أغلق باب الاقتراع أخيرا بعد 3 أيام أدلى خلالها المصريون بأصواتهم لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدا على مصر لولاية ثانية. لهذه الأرقام أكثر من دلالة، فالعالم لا يترقب مفاجأة في النتائج. السيسي سيلقي خطاب النصر قريبا، إلا أن ما ستقوله نسبة الاقتراع لعله سينعكس على السنوات الأربع المرتقبة. بالغالبية الساحقة فاز السيسي بولايته الأولى، حيث بلغت نسبة التصويت وقت ذاك 47%. حتى الساعة ينهمك المصريون بعد هذه البطاقات الانتخابية، بطاقات يقال إن حصة الشباب فيها خجولة، علما أنه تم تمديد فترة الاقتراع ساعة إضافية. شهد كثافة أكثر من اليومين الماضيين، نظرا لأن في عدد كبير من المواطنين كان عامل إرجاء نزول اليوم الأخير، ممكن نكون منشغول يعني الفترة اللي فاتت، والنهاردة آخر يوم فما قدموش فرصة تانية، يعني كان في يعني نسبة كبيرة النهاردة من التصويت. برغم وجود المرشح الرئاسي مصطفى موسى الذي يترأس حزب الغد، مصر على موعد مع السيسي رئيسا مطلع الأسبوع المقبل، فيما الملايين مهددون بدفع غرامة بسبب عدم الإدلاء بأصواتهم. كل من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات يعاقب بالغرامة التي تصل إلى 500 جنيه. هذا الأمر في القانون وليست للانتخابات الرئاسية فقط، ولكنه لجميع الانتخابات. فيما مقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي ونسبة المشاركة في 2 نيسان/أبريل المقبل، يبدو أن أحد المقترعين فضل لعبة كرة القدم على لعبة الأمم التي تحاك في المنطقة، فاختار اسم النجم محمد صلاح رئيسا للبلاد. لا شك في أن هذه البطاقة لن تدخل في حسابات اليوم، إلا أنها تعكس واقعا رافضا للمشهد السياسي الراهن، ولا بد من حساب تداعياته بدقة خلال المرحلة المقبلة. ومعنا من القاهرة مدير مكتب الميادين محمد ناصر. محمد، يعني لو تضعنا في صورة آخر الأرقام التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية المصرية.
نعم بالفعل، فقد انتهت عملية فرز الأصوات في أغلب اللجان الانتخابية، إن لم يكن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات المختلفة. آخر الأرقام أو أحداثها هي تتحدث عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بحوالي 22.5 مليون صوت انتخابي من إجمالي 25 مليون صوت يتحدث عنها البعض أنهم قد قاموا بالتصويت في تلك الانتخابات، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 720 ألف صوت فقط، وجاء الرقم الأكبر في الأصوات الباطلة حيث بلغت ما يقرب من 1,700,000 صوت باطلة في تلك النتائج التي هي تعتبر مؤشرات أو نتائج أولية لا يمكن الحسم والقطع بصحتها تماما حتى الآن. من المفترض أن تتم عمليات إعادة عد تلك الأصوات مرة أخرى بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم إضافة أصوات المصريين في الخارج لها حتى تظهر النتيجة النهائية بشكل كامل، ويتم الإعلان عنها في الثاني من إبريل نيسان الجاري في مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات. اليوم عقدت كل من منظمة الكوميسا وأيضا ممثلي عن منظمة الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء الأفريقيين عقد مؤتمرا صحفيا بصفتهما من الجهات التي كانت تراقب أو تتابع العملية الانتخابية، أكدوا فيها أن العملية الانتخابية مرت بشفافية كبيرة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات زللت كل العقبات، وأن الأمر كان لم يكن هناك أي خروقات يمكن أن تؤثر على نزاهة أو شفافية تلك الانتخابات التي عقدت بالأمس. لا شك أن النتائج الأولية أو المؤشرات الأولية سوف يكون لها دلالات كبيرة، لكن فقط أريد أن أؤكد أن تلك النتائج ربما تعني تراجعا نسبيا في شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرغم فوزه بما يزيد عن 90% من الأصوات، إلا أننا نذكر فقط أنه في الانتخابات الماضية عام 2014 حصل على ما يقرب من 97% من تلك الأصوات التي شاركت في الانتخابات، بينما حصل منافسه في ذلك الوقت أيضا السيد حمدين صباحي على نسبة مقاربة لما حصل عليها الآن موسى مصطفى موسى، وهي أقل من 3% من إجمالي الأصوات. وهذا يعني أن هناك خسارة قصرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجمالي نسبة الأصوات لصالح الأصوات الباطلة التي ارتفعت إلى نسبة حوالي 7% في هذا العام. طيب هذا محمد، يعني نحن نتحدث يعني عن أرقام أولية، إن كان يعني لنسبة الأصوات التي نالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الثانية، وإن كان أيضا لنسبة الأصوات أو الأصوات الباطلة أو الملغاة. هل هناك من تصريحات سياسية أو أي تعليق صدر يعني بناء على هذه النتيجة وهذه النتائج الأولية؟ لم يصدر حتى الآن أي تصريحات باستثناء ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحاته الرسمية أمس وعقب إغلاق باب الترشح، من تحية وجهها للمواطنين الذين وقفوا لساعات طويلة أمام اللجان الانتخابية، وبخاصة نظرا لسوء الأحوال الجوية التي كانت عليها البلاد بالأمس، وشكرهم جميعا وأكد أن جهدهم هو أمر محمود وأنه سوف يتذكر دائما هذا الموقف الذي يقومون به لصالح وطنهم. شكرا جزيلا لك محمد ناصر، مدير مكتب الميادين في القاهرة. ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا الكاتب الصحفي سليمان جودة. بداية أهلا بك سيد سليمان، يعني من الواضح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه للفوز بولاية ثانية. بداية أريد من قراءة لنسبة المشاركة وأيضا للأوراق الباطلة التي أفرزتها هذه النتائج. والله يعني طبعا اعتقد انه يعني فارق الشعبيه والتأييد في الشارع بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى يعني يميل بشكل كبير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن في كل الاحوال اعتقد انه يعني المؤشرات الاوليه تقول انه نسبه الحضور او معدل التصويت يقترب من انتخابات 2014 التي جاء فيها الرئيس السيسي رئيسا قبل 4 سنوات، و يعني اظن انه الاصوات الباطله التي يدور حولها حديث هذه ظاهره طبيعيه في كل انتخابات، لان هناك من بين الناخبين من يذهب لا ليصوت لهذا المرشح او ذاك، وانما ليبطل صوته لاسباب كثيره احيانا تخصه هو، احيانا تخص رايه، احيانا الى اخره، لكن هذه اعتقد انها يعني يجب ان تؤخذ في اطارها وفي حدودها،
خصوصا انها يعني ليست كبيرة بحيث يمكن وصفها بأنها ظاهرة. نعم، ولكن سيد سليمان، إلى أي حد يعني هذه الأصوات الباطلة وهذه النسبة المرتفعة لهذه الأصوات يعني تتعلق ربما بالقانون والذي تحدثت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تجرم الممتنعين عن الذهاب إلى الاقتراع برأيك؟ ما أعتقدش أن هي لها علاقة، ما أعتقدش أن هناك علاقة بين ما أذيع من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات عن أنه هناك غرامة تصل إلى 500 جنيه على كل من لا يدلي بصوته وبين الباطلة، لأنه من التجارب السابقة في انتخابات مضت في العادة لا تطبق هذه الغرامة وإنما تقال على سبيل التلويح فقط وعلى سبيل التحريض للناخبين على أن يذهبوا، لكنها لا تطبق عمليا، ولذلك لا يمكن بين هذه الغرامة وبين الأصوات الباطلة. الأصوات الباطلة كما قلت هي متعلقة بناخبين لا يريدون يعني أن يعطوا أصواتهم لهذا مشرح أو زاغ، وإنما يعني هو يذهب الواحد منهم ليبطل صوته لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا لك سيد سليمان جودي، وأنت الكاتب الصحفي كنت معنا من القاهرة. من الرئاسيات المصرية إلى التشريعات العراقية، حيث طغت قضية الميثاق الانتخابي وتداعياته على المشهد الانتخابي. آخر التطورات العراقية توفينا بها مفادة الميادين إلى بغداد فتون عباسي. بداية أهلا بك فتون وإليك. من العاصمة العراقية بغداد وعاصفة هوائية مصحوبة بالرمال كما ترون وربما محملة بالأمطار بعد قليل تبدأ، نطل عليكم لنطلعكم على آخر المستجدات الانتخابية إن كان بنقل الأخبار أو حتى بمناقشة كل هذه التحضيرات للانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة. نبدأ مباشرة بأهم الأخبار لهذا الملف، حيث رجح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش التزام الكتل والكيانات السياسية بمعايير وثيقة الشرف الانتخابي التي وقعتها حرصا على كسب ثقة الناخبين. وأضاف أن توقيع هذه الأحزاب والكتل من شأنه التمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما أنه دليل على حرص وتعاون هذه الأطراف على العمل معا في المرحلة المقبلة. كان ممثلو الكتل السياسية قد وقعوا ميثاق الشرف الانتخابي فيما انسحب ممثلات تركمان والتيار المدني الديمقراطي. مرشح حركة عطاء العراقية في قائمة جبهة التركمان كركوك عمار هداية كهية قال للميادين إن المناطق التركمانية شهدت تزويرا كبيرا في الانتخابات السابقة بهدف إقصاء المكون التركماني. التركمان قد تمثل من جميع المفوضيات منذ تشكيلها ما عدا هذه المفوضية، والتركمان هم بحاجة ماسة كانت لتمثيلهم في هذه المفوضية بالذات، لأن مناطق التركمانية قد شهدت تزوير كبير منذ انتخابات 2005 إلى انتخابات 2014 كمجالس المحافظات كمجلس النواب. جميع الانتخابات كانت تجرى فيها عمليات تزوير كبيرة جدا، وكان منها الهدف هو إقصاء مكون التركماني في هذه الانتخابات. نحن التركمان في العراق لا نحتاج إلى التزوير، بل أنه نحتاج إلى الشفافية والقانون والحقوق لإثبات وجودنا، ولكن خوفنا من عدم وجود تمثيل للتركمان في المفوضية هو إيقاف إثبات هوية هذه المناطق. أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق توضيحا بشأن بطاقة الناخب الإلكترونية. المفوضية أكدت معاقبة المخالفين من خلال سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف يثبت حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وإحالته إلى القضاء، بالإضافة إلى معاقبة أي موظف في حال ثبوت ضلوعه في الحصول على بطاقات الناخبين بصورة غير شرعية. وأضافت أن الإجراءات تشمل أيضا إحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم إلى القضاء. والآن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين هنا في بغداد عبد الله بدران. مساء الخير يا عبد الله. مساء النور. عاصفة رملية قادمة. كيف تقلب الطقس في العراق ليس فقط تقلب الملفات السياسية، وعاصفة رملية و
إن شاء الله قد تكون مصحوبة بأمطار. ربما هو يحاكي تقلب السياسيين والتحالفات. طيب نبدأ مباشرة بالتركيز على موضوع ميثاق الشرف. نعم. رغم أنه الأمم المتحدة تؤكد أو ترجح على أن الكتل السياسية ستلتزم بهذا الميثاق، هناك من انسحب من التوقيع على ميثاق الشرف. كلام الأمم المتحدة المتتالي بهذا الشأن هل يمكن أن يمثل ضغوط معينة على بعض المنسحبين من توقيع ميثاق الشرف أم لا؟ منذ البداية فتون، ميثاق الشرف الذي وضع من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هي محاولة أممية لأن يكون هناك دور أممي في العراق في هذه الانتخابات، على اعتبار أن كل التقديرات أنها انتخابات مهمة ومؤثرة وفاعلة، وما سينتج عنها سيغير من شكل المقبل في العراق ما بعد الانتخابات وإعلان النتائج وبيان حجم كل القيادات والقوى السياسية العراقية الفاعلة التي أغلبها سيطر على المشهد منذ العام 2003. وبالتالي هذه الأهمية في هذه الانتخابات هي من دفع قوى كبرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية لأن ترصد وأن تواكب وأن تنظر وأن تدعم هذا الطرف أو ذاك، وكذلك الأمم المتحدة التي تريد أن يكون لها دور في هذه الانتخابات. هي بالمناسبة ميثاق مكمل لعمل المفوضية لكنه غير ملزم بالمناسبة، هي ورقة دفعت من قبل الأمم المتحدة كنوع من تأكيد المؤكد ليس أكثر الالتزام بالمبادئ الأساسية الموضوعة في قوانين مفوضية الانتخابات، كذلك التنافس الانتخابي، أدوات التنافس الانتخابي، نبذ زائد في هذا الجو الانتخابي، كذلك العنف والتطرف والدفع الطائفي ومحاولة تسخين الشارع العراقي لأسباب انتخابية، كل ذلك هو جزء من أساسيات ومبادئ عمل مفوضية الانتخابات التي بدورها وجزء من عملها ترصد هذه المخالفات وترصد ولديها قسم للرصد لتسجيل المخالفات ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف كيان كان أو فرد. وبالتالي ميثاق الأمم المتحدة حتى وإن كان هناك اعتراض على سبيل المثال من قبل بعض الأعضاء الذين لم يوقعوا وانسحبوا، والبعض منهم ربما كجزء من البروتوكول لم يحضر عدد من الرئاسات إلى هذا التوقيع وانسحب، وبالتالي هي محاولة للضغط لإجبار جميع القيادات والقوى الفاعلة في العراق لأن تكون ملتزمة بهذا الميثاق. ثانيا، يانكوفيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق هو سرب أن الكتل التي لم توقع ستلتحق وستوقع وقد يكون ذلك في داخل مفوضية الانتخابات. نعم. هذا التسريب إلى ماذا يشي؟ يشي إلى أنه هناك اتصالات ممكن من أطراف من الأمم المتحدة مع المنسحبين أم هو مجرد رسائل ترسل إلى هؤلاء المنسحبين؟ طبعا هي جزء، هي ليست ملزمة بالمناسبة، هي جزء مكمل لعملية انتخابية مرصودة من الأمم المتحدة. شهادة الأمم المتحدة في الانتخابات ونزاهتها وعملية الاقتراع مهمة لجهة أداء عملية فنية ناجحة مهنية بنزاهة عالية، لكن هي ورقة غير ملزمة. القوانين الموجودة في المفوضية هي كافية. بالمناسبة طبعا الأمم المتحدة من زاوية أخرى تريد لأن يكون لها دور وأن تنجح الورقة التي قدمتها بأن يكون هناك توقيع من قبل القوى السياسية العراقية. تدخل إذن الأمم المتحدة على خط عمل المفوضية بطريقة أو بأخرى، خصوصا أنه نشهد بأن الإجراءات من المفوضية تزداد يوما بعد يوم، تشدد بها المفوضية أكثر حتى أنها الآن تؤكد على أنها ستعاقب كل مخالف، كل من يحاول أن يشتري بطاقات الناخب بطرق غير شرعية. لماذا تدخل الأمم المتحدة على خط الانتخابات بهذه الطريقة؟ هو جزء من دورها في العراق كبعثة يمدد لها في كل عام لعام آخر، وبالتالي هي تريد نجاح لورقتها، نجاح لمهمة مبعوث الأمم المتحدة في العراق. لكن هناك من ينظر بعين الريبة لدور الأمم المتحدة في بعض الأحيان على أنه دور غير محايد، هناك تخوف من أن تحمل هذه الورقة أو ميثاق الشرف ألغاما تتضمن التصويب على الحشد الشعبي كمحاولة لحشر فصائل الحشد الشعبي التي لها جناح سياسي ولها سلاح يتبع الدولة العراقية، وأعلن ذلك رسميا بوثائق وبتوقيع وبإعلان رسمي وببيانات صادرة من قيادات الحشد لجهة السلاح، وبالتالي هناك تخوف من أن يكون محاولة حشر غير متوقعة أو ورقة تستخدم مستقبليا. لكن الأمم المتحدة تبحث عن دور تتزاحم في العراق كجزء من رعايتها للعملية السياسية في العراق منذ العام 2003، وإن كان أغلب القوى السياسية له رأي أن الأمم المتحدة لم تؤدي الدور المطلوب أو أن دورها لا يتلائم والتحديات التي عاشها العراق منذ العام 2003. تبقى معنا عبد الله بدران، والآن ينضم إلينا السيد محسن الحمداني المرشح عن ائتلاف النصر. أهلا بك سيد الحمداني، أنت مرشح
عن نينوى، كما أعتقد نينوى لها وضع خاص، مفوضية الانتخابات أيضا خصتها بموضوع تأجيل التسجيل البيومتري ولإعطاء وتسريع إعطاء بطاقات الناخبين. هذا الإجراء إلى أي حد فعليا ساهم في تسهيل العملية السياسية هناك لديكم؟ طبعا أحييك وأحيي جميع المشاهدين الكرام وأتمنى لهم أوقات طيبة. هذا الموضوع كان بالنسبة لنا الشاغل الكبير الذي شغله، لأن باعتبار أن محافظة نينوى تحررت قبل أقل من سنة، لذلك فالتحديث البايومتري كان هذه العملية كانت تؤخر عملية تسليم البطاقة الانتخابية، وحتى كان هناك عزوف لتأخر الإجراءات، ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خطت خطوة جيدة بأنها أجلت هذه العملية لكي يستطيع الناخبين استلام بطاقاتهم الانتخابية، وفعلا الآن بدأ الناخبين وبشكل كبير باستلام بطاقاتهم، وهناك أعداد كبيرة يستلمون وهناك نسب عالية إن شاء الله من الاستلام. طيب ائتلاف النصر ما هي مشاريعه المستقبلية في نينوى عندما نتحدث نيابيا أو برلمانيا؟ ائتلاف النصر طبعا بداية هو أتصور الائتلاف الوحيد الذي يغطي جميع العراق. أنا راح أرجع على محافظة نينوى. محافظة نينوى طبعا ائتلاف النصر فيها يشكل ثقل كبير، باعتبار أن هناك شخصيات جدا قوية فيها مثل الدكتور خالد العبيدي الذي يتمتع بسمعة طيبة. أما عن البرنامج الانتخابي فإن ائتلاف النصر يهدف إلى المحافظة على وحدة العراق أرضا وشعبا، والانفتاح الإقليمي والدولي على المجتمع الذي بدا واضحا من خلال التطورات الأخيرة التي حدثت على أرض الواقع، وكذلك بناء مجتمع على أسس المواطنة الصحيحة بعيد عن القومية والعنصرية والطائفية، وكذلك بناء جيش مهني قادر على حماية العراق وإنهاء المظاهر المسلحة. هذه أبرز النقاط التي نركز حاليا عليها. هذه النقاط تقريبا هي نقاط سياسية ومجتمعية، لكن ماذا عن النقاط الخدمية، خصوصا أن نينوى تحتاج كثيرا إلى الخدمات ما بعد النصر على داعش؟ بالضبط، هناك يعني عبء كبير على نواب نينوى الجدد الذين سيقع على عاتقهم إنقاذ نينوى. لا زالت نينوى تعاني، ولا زالت نينوى تبكي، ولا زالت هناك آلاف الجثث التي تحت الأنقاض. لذلك فنينوى تريد التغيير، نينوى الآن تتجه نحو التجديد، لأن هذه الخدمات يجب أن تقدم بعجالة، لأن الذي يعيش في الموصل سيرى حجم المعاناة التي فيها محافظة نينوى من الازدحامات، وأيضا من تقطع الطرق، وأيضا هناك مناطق لحد الآن لم تصلها فرق الإنقاذ، وهناك آلاف الجثث لا زالت تحت الأنقاض. فأيضا الجانب الخدمي له دور كبير أو له حيز كبير في البرامج الانتخابية في محافظة نينوى. نعم. طيب سياسيا ربما الكتل السياسية الكبيرة المعروفة في العراق باتت تنشغل أكثر بما بعد الانتخابات، بمعنى تشكيل الحكومة المقبلة. في هذا الإطار ائتلاف النصر مع من قد يتحالف بعدما فك تحالفه الأول بشكل سريع؟ الاحتمالات جميعها واردة والأبواب مفتوحة، ويبدو أن السيد العبادي قد خطأ لنفسه خطوات جدية بأن عبر الطائفية وعبر القومية، بحيث أنه استطاع أن يشكل ائتلاف قوي يضم جميع الأطراف. لذلك فمسألة التحالفات أتصور الحديث فيها ليس منطقيا الآن، لأن لحد الآن خاصة أتحدث عن نينوى، نينوى الآن ساحة مفتوحة. في الانتخابات السابقة كان هناك نوع من السيطرة على قائمة أو جهة معينة، أما الآن فنينوى رغم كلها الكبير لكن نينوى مفتوحة، لكن من هو صاحب الحظ الأوفر كائتلافات في نينوى ولماذا؟ أنا أتصور بنظري ائتلاف النصر له حظوة كبيرة في الموصل. الأسباب، أولا لماذا؟ القيادة الحكيمة للسيد العبادي بتحرير العراق
وإرجاع نينوى بسرعة الممكنة إلى أهلها وإرجاع النازحين، هذه الأمور كلها صعدت من شعبية السيد العبادي، إضافة إلى وجود الدكتور خالد العبيدي في هذه القائمة، والمعروف عن الدكتور خالد العبيدي شخصية وطنية وله ثقل كبير في محافظة نينوى، بالإضافة إلى أن هذه القائمة قائمة النصر في محافظة نينوى جمعت كافة أطياف نينوى، لذلك أيضا هذه نقطة قوة لهذه القائمة. طب باختصار شديد لو سمحت سيد محسن، أنت كمرشح للانتخابات في حال وصولك إلى المقعد البرلماني ما هي أولوياتك؟ أنا أولوياتي بصراحة لكوني شاب، فأنا جهودي ستتجه نحو الشباب بشكل عام، لأن الطبقة الشبابية في نينوى خاصة بحاجة إلى الدعم والرعاية، وكذلك من أولوياتي أيضا الاهتمام بالتعليم، وكذلك الاهتمام بالمرأة، وكذلك بالجانب الرياضي. نعم، أشكرك كل الشكر السيد محسن الحمداني المرشح عن ائتلاف النصر، كنت معنا مباشرة من نينوى. إذن بعدما كانت أجواء السباق الانتخابي في العراق سابقا مشحونة بالتصريحات والاتهامات المتبادلة، تتميز الانتخابات الحالية بالأجواء الهادئة نسبيا بين الأفرقاء. هذا تقرير لمحمد الفهد. ما قبل انتخابات 2018 قد لا يشبه استحقاقات سبقتها لجهة استخدام جميع وسائل الدعاية والترويج بين الأفرقاء، بما فيها تسخين الرأي العام مذهبيا وقوميا لجذب الناخبين. الاستحقاق الانتخابي المقبل قد يكون الأكثر هدوءا، وهو ما فرضته متطلبات المرحلة الحالية يقول مراقبون. قناعة ممن يحاول أن يطرح الخطاب الطائفي بأن خطابه غير مسموع الآن، وهذا الأمر حقيقة سينعكس على الانتخابات باعتبار أن هناك توجه لدى الناخب العراقي بانتخاب شخصيات قدمت وضحت من أجل مناطق معينة يعني محددة بعينها. ذروة التنافس الانتخابي التي تسبق ساعة الصفر لفتح صناديق الاقتراع هي فترة ذهبية بالنسبة للمرشحين، لكن ثمة محددات قانونية ودستورية غير قابلة للتجاوز، وهو ما يبتغيه الشارع العراقي الذي عانى من المواجهات التنافسية سابقا. بالتأكيد عملية الضغط تمارس من خلال ما تطرحه الأحزاب، وكذلك كيفية رجع الصدى من قبل البرامج التي تطرحها على المواطنين، وكيفية تداول هذه البرامج أو كيفية أن تكون مقبولة لدى الناخب العراقي. ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعته الكتل السياسية والأحزاب وبإشراف الأمم المتحدة وضع خطوطا عريضة للتنافس الانتخابي، ولعل أبرزها تجنب الخطاب الطائفي والقومي بين المرشحين. ابتعاد الناخبين عن الأجواء المشحونة التي كانت تتسبب بها بعض الكتل السياسية عامل أجبرها وفق مراقبين على تغيير خطابها وطريقة طرح نفسها على الساحة الانتخابية، فباتت تسلك طرقا أكثر مقبولية لدى الشارع. محمد الفهد، بغداد، الميادين. لأن عبد الله، بما أننا نتحدث عن ميثاق الشرف الانتخابي، هذا يأخذنا إلى زاوية التحالفات. رغم كل هذه الانفكاكات التي رأيناها في التحالفات بعد انعقادها مباشرة، هناك من يرجح عودة التحالفات القديمة من جديد ما بعد انتهاء الانتخابات نظرا لطبيعة الوضع السياسي في العراق. بحسب الرصد، إلى أي حد يمكن أن تعود مثل هذه التحالفات بحسب المعطيات؟ هذا كله متوقف فتون على نتائج الانتخابات. الكيانات السياسية قررت أن تخوض هذه الانتخابات بمفردها. بعض التحالفات ربما تفككت بفعل ثقل هذا التحالف وذاك التحالف، أو أنه هذا المكون يجد أن ثقلا عليه في الانتخابات من قبل الحزب المعين أو الحزب الفلاني، وبالتالي هذه التحالفات يعني أمامها كان خياران أحلاهما مر، إما الدخول بهذه التكتلات وبالتالي تحشر بفعل قانون الانتخابات. على سبيل المثال، لو كان لتحالف النصر وتيار الحكمة والفتح البقاء كتحالف وائتلاف واحد فيه 68 حزب، هؤلاء سيواجهون أزمة
في مقاعد محافظة المثنى فيها 7 مقاعد، كيف سيتم توزيع هذه المقاعد بين 68 حزب يكون هذا التحالف بالنسبة لأعداد الأحزاب وبالنسبة للمقاعد أو بالنسبة لطريقة احتساب الأصوات؟ وبالتالي كان لزاما خيارا واقعيا الذهاب باتجاه الدخول للانتخابات كأحزاب منفردة. طبعا بعد ذلك من الواضح أن التحالفات ستكون وفق سقف مقاعد كل حزب وكل تكتل، وكل كيان دخل الانتخابات بمفرده، وعلى هذا الأساس سيكون هناك تفاوض. بطبيعة الحال هناك ثوابت فتون، الثابت الأساسي أن رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان معروف من أين توزيعهم الطائفي لأسباب توافقية ثابتة في العراق منذ أن كان الحاكم بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق بعد الاحتلال. هناك ربما المتغير الوحيد قد يكون في تشكيل الكتلة ذات الأغلبية الواضحة في البرلمان العراقي التي ستشكل هذه الحكومة، وبالتالي التحالف الوطني هو الأوفر حظا في هذا الملف بحكم العديد وبحكم نسبة السكان وبحكم التوافق الذي فرض أن يكون مرشح هذه الكتلة من يشكل الحكومة المقبلة. وكان واضحا كلام ظافر العاني القيادي العربي السني البارز أن العرب السنة لن يزاحموا العرب الشيعة على موقع رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، وبالتالي هذه التحالفات هي من سيشكل. يبقى هناك تحالفا ثنائيا وهو التحالف العربي السني العربي الشيعي والسني الشيعي لترشيح رئيس للبرلمان ورئيس للوزراء أو لتوزيع الوزارات. على هذا الأساس كان تخريج نائب رئيس العراقي نور المالكي أن الغالبية ليست طائفية، هي غالبية سياسية لا تعني إقصاء أحد في تشكيل الحكومة المقبلة. أشكرك كل الشكر مدير مكتب الميادين على كل ما أفدتنا به في هذه الانتخابية. عبد الله بدران كنت معنا من هنا من بغداد. أهلا وسهلا. إذن منذ عهد النظام العراقي السابق الذي كان يعتمد على الاستفتاء شهد القانون الانتخابي تعديلات متعددة سعت إلى كسر التحالفات الطائفية وتعزيز الرقابة الشعبية وموقع الأقليات. أبرز هذه التعديلات تعرضها لنا الزميلة زهراء الديراني. أهلا بكم. اتخذت الانتخابات العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين شكل الاستفتاء، فلم يكن هناك مرشحون منافسون له. أول استفتاء في عهده أجري عام 95، تبعته عدة استفتاءات كانت نتائجها أكثر من 99%. عام 2005 جرت الانتخابات للمرة الأولى في العراق لمجلس الحكم الانتقالي الذي انبثقت منه الحكومة الانتقالية، وبعد هذا العام اعتمد أكثر من قانون وتوالت التعديلات، ومنها تعديل القانون 16 في العام نفسه الذي تضمن مواد أبرزها حق الاقتراع السري المباشر ومحددات النائب في البرلمان. لكن هذا القانون جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وحرم الكتل الصغيرة والمرشحين المستقلين الوصول إلى البرلمان. في انتخابات عام 2010 عدل القانون أيضا، استبدلت المادة 15 بعدة بنود منها أن يمثل النائب 100,000 نسمة من سكان العراق، وتضمنت أيضا نظام الكوتا للأقلية بواقع 8 مقاعد، ونص على جعل العراق عبارة عن دوائر انتخابية متعددة كخطوة لتصحيح المسار الانتخابي. عام 2013 عدل القانون ليحل محله القانون 45 الذي نص على اعتماد نظام سانت ليغو في احتساب الأصوات، وعلى أنه يجب أن يتجاوز المرشح 30 عاما وأن يترشح عبر القائمة المفتوحة التي لا يزيد أعضاؤها على 3 أشخاص. كما نص على زيادة عدد النواب إلى 328. التعديل الأخير لقانون الانتخابات 45 لسنة 2013 أجري العام الماضي استعدادا للانتخابات المقبلة، وأبرز ما تضمنه تعديل نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات ب 1.7، زيادة مقعد إضافي يمنح للكرد الفيليين أن يكون التصويت إلكترونيا، أن يكون المرشح حائزا شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا تكون للأحزاب أجنحة مسلحة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في هذه النافذة الانتخابية الثانية لهذا اليوم. نستودعكم الله ونشكركم على المتابعة. دمتم سالمين، وعودة من جديد إليك رانا. شكرا لك يا فتون، وايضا الشكر موصول لعبد الله مدران مدير مكتب الميادين في بغداد، وايضا لفريق العمل المتواجد في العاصمة العراقية. شكرا لكم. اذا مشاهدينا فاصل ونتابع بعده الانتخابية. أهلا بكم من جديد. نستأنف الانتخابية من لبنان، حيث شكلت جلسات مناقشة الموازنة العامة منصة للاتهامات السياسية المتبادلة فيما يتواصل إعلان اللوائح. إذن يتواصل في لبنان إعلان اللوائح الانتخابية المشاركة في استحقاق السادس من أيار مايو المقبل. في غضون ذلك شهدت جلسات مناقشة الموازنة العامة في البرلمان نقاشات سياسية حادة لم تخلو من الاتهامات المتبادلة. وينضم إلينا من بيروت مراسل الميادين عبد الله ظاهر. عبد الله، اسمح لي أن أبدأ معك من القانون الذي دعا رئيس مجلس النواب إلى تعديله، وهو القانون المادة 84. لو تضعنا في صورته، ولماذا يجب يعني البت في هذه المادة كي لا يصار إلى الطعن؟ صحيح رانا، أن البارز والجديد من تطورات هذا اليوم الانتخابي هو دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى تعديل المادة 84 من قانون الانتخابات الجديد. هذه المادة تتعلق باستعمال البطاقة الممغنطة في عملية الانتخاب، لكن سيتم تعديل هذه المادة والسماح لهذه العملية الانتخابية أو الانتخابات التي ستجرى في السادس من شهر أيار مايو المقبل بعدم استعمال هذه البطاقة الممغنطة لمرة واحدة فقط، وذلك لعدم إمكانية إنجاز هذه البطاقات الانتخابية لعشرات آلاف الناخبين. أود أن أشير رانا إلى أن مصادر حقوقية كشفت الميادين أن إبقاء القانون ولا سيما المادة 84 من دون تعديل كان سيعرض الانتخابات للطعن، وذلك بنزاهتها وقانونيتها، مما كان سيدخل البلاد في أزمة سياسية حادة. أما على صعيد يعني تشكيل اللوائح وأعدادها والمرشحين الذين يعني طبعا أعداد اللوائح التي منذ يومين يعني أقفلت صناديق تسجيلها الانتخابات إليها أيضا، فإن حماوة التنافس الانتخابي بين المرشحين لا تزال ترتفع، وكذلك الخطاب السياسي لا يزال يشهد يعني ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق، وهو بطبيعة الحال يعني من العملية أو من المعتاد قبيل العملية الانتخابية، حيث يعني يتم تجيش الأنصار وبلوغ الخطاب السياسي ذروته، وهذا ما حصل صباح اليوم من خلال الموقف أو الهجوم إن كان يصح تسميته من قبل رئيس تيار الملدى سليمان فرنجي تجاه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، حيث دعاه إلى عدم التدخل في الانتخابات النيابية وتركيب اللوائح، وهو موقف كان لافت من قبل رئيس تيار الملدى. وأود الإشارة أيضا رانا بالنسبة لتشكيل اللوائح، بالأمس تم تشكيل لائحة وحدة بيروت، وهي اللائحة في دائرة بيروت الثانية التي ستواجه لائحة المستقبل لنا التابعة لرئيس الحكومة أو التي يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري. لائحة وحدة بيروت يدعمها حزب الله ويمثله فيها أمين شري، وحركة أمل ويمثله فيها محمد خواجة، وجمعية الأحباش ويمثلها فيها عدنان طرابلسي، إضافة إلى المرشح المستقل رئيس نادي النجم السابق عمر غندور. في دائرة بيروت الثانية كان لافتا كثرة اللوائح التي شهدتها هذه الدائرة، وبلغت 9 لوائح، وهي يعني أعلى دائرة من حيث اللوائح التي في مختلف الدوائر الانتخابية على كامل الأراضي اللبنانية. طيب، هذا فيما خص يعني لوائح أو فيما خص تشكيل اللوائح، هل هناك من فعاليات لإعلان لوائح جديدة اليوم عبد الله؟
نعم رانا، أود الإشارة إلى أنه بعد قليل من الآن، بعد حوالي الساعة، ستشهد مدينة صيدا عاصمة جنوب لبنان إعلان تشكيل لائحة لكل الناس التي سيترأسها النائب السابق أسامة سعد، وتضمه إلى جانب إبراهيم عزار ويوسف سكاف وعبد القادر لبساط، وهي مدعومة من التنظيم الشعبي الناصري. وأيضا في هذه الدائرة يدعم تيار المستقبل لائحة التكامل والكرامة والتي تترأسها النائب بهية الحريري، وتضمها إلى جانب حسن شمس الدين، أمير رزق، وأنجل الخواند، وروبير الخوري. أود الإشارة أخيرا إلى أن في دائرة صيدا وجزين أيضا هناك لائحة ثالثة مشكلة، وتضم إلى جانب مدعومة من التيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية، وتضم زياد أسود، أمل أبو زيد، وسليم خوري، بسام حمود وعبد الرحمن البزري. شكرا جزيلا لك عبد الله ظاهر على كل هذه المعلومات فيما خص الأجواء الانتخابية في لبنان، كنت معنا من بيروت. رأى عضو لائحة الوفاء والأمل في دائرة بعلبك الهرم الإبراهيم الموسوي أن لبنان يتجه نحو المزيد من الاقتراض والاستدانة، وأضاف في الانتخابية اللبنانية على الميادين أن لبنان بحالة زلزال كبير على المستوى الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي. نحن اليوم مش ضد أنه أي مقترح أو أي مبادرة أو أي باريس واحد وأربعة وخمسة، مش هون الإشكال. الإشكال ليس هو قرارا ضديا أنه نحن ما بنقبله بأي شكل، مش هيك. نحن تعوا ناقشونا، قولولنا من ضمن أي رؤية عم تقترضوا هذا المال. وهذا اللي قاله سماحة الأمين العام، أنه خي هل هناك رؤية اقتصادية حقيقية واقعية تنموية للنهوض بالقطاعات بلبنان وبالخدمات لنوصل لحل، نوقف الهدر، نوقف الاقتصاد الريعي اللي نحن بناخذ من هون ومندين من هون، ما عم نعمل مراكز إنتاج، ما عم نعمل صناعة، ما عم نعمل خدمات حقيقية، ونحن رايحين إلى مزيد من الاقتراض والاستدانة وتركيب عجز أكبر على ميزانية الدولة، وعجز أكبر بيوصلنا نحو الإفلاس من دون أن يكون ذلك يضخ بالاقتصاد لإيجاد دورة اقتصادية تنموية تخدمنا. من هلأ لأربع سنين نحن عم نقترض، بس والله هذا من ضمن رؤية اقتصادية وإعادة هيكل للاقتصاد بشكل يكون عنا إنتاج، وحتى نزيد الواردات لنا للخزينة، وبالتالي نكتر الصادرات. نحن بحالة زلزال كبير على المستوى الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي. من لبنان إلى تونس، ومع آخر الأخبار المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات البلدية. شرع مجلس نواب الشعب في تونس في مناقشة قانون الحكم المحلي قبل التصويت على الفصول لاحقا. مشروع القانون المرتقب يعد رئيسيا في تكريس اللامركزية التي ينص عليها الدستور خلال الانتخابات البلدية المرتقبة في 6 أيار مايو المقبل. وينضم إلينا من تونس مراسل الميادين مراد الدلنسي. مراد، يعني ما هو هذا القانون بالتحديد، وما الذي يعنيه تطبيقه على الأرض في حال إقراره؟ نعم، هو بحسب سياسيين ومراقبين هو يعد من أهم القوانين التي ستتم مناقشتها في تونس بعد 2011، وهو يعد تطبيق للدستور التونسي الذي ينص في بابه السابع على الحكم المحلي للبلديات وللمحافظات، حيث سيصبح لها أكثر هامش من الحرية والاستقلالية لجهة القرار الإداري والتنظيمي والتنموي خاصة والاقتصادي فيما يخص تلك الجهة. اليوم مجلس نواب الشعب بالفعل اجتمع، ولكن لم يكن هناك نصاب قانوني. حوالي 70 نائبا حضروا اليوم هذه الجلسة، وفي ظل وجود بعض ربما الخلافات حول بعض الفصول، فإن رئيس الجلسة ونائب رئيس مجلس نواب الشعب اليوم السيد عبد الفتاح مورو يعني طلب من النواب مزيد من التشاور، رؤساء الكتل مزيد من التشاور حول هذا القانون. ومن المنتظر أن يتم غدا أو ربما يوم الاثنين في أقصى الحالات أن يستأنف مجلس نواب الشعب مناقشة قانون الحكم المحلي. هذا القانون إلى حد الآن يثير بعض الجدل حقيقة بين السياسيين وبين المتابعين عموما. من جهة، الحكم المحلي هو أولوية مهمة بالنسبة لكل الكتل السياسية
في تونس باعتبار أنهم يعتبرون أن مشاهدته تونس من تخلف في التنمية ومشاكل اقتصادية خاصة في المدن الداخلية كان بسبب المركزية السياسية والإدارية التي عاشتها تونس لعقود، حيث أن الحكم يتركز في العاصمة، الحكومة هي التي تقرر كل المشاريع التنموية، وحتى ما يهم المحليات من مشاريع وغيرها هو بيد السلطة المركزية، وهو ما يعطل التقدم التنموي في تلك الجهات. اعتبروا أن هذا من أسباب تخلف التنمية، وبالتالي لابد من مشروع حكم محلي للبلديات. ولكن كيف يكون هذا المشروع؟ هل هو قليلا من الاستقلالية الإدارية لهذه البلديات، أم أننا نتوسع لنتحدث عن حكم محلي شبيه بما يوجد في دول أخرى، على سبيل المثال نذكر أوروبا وغيرها؟ بعض السياسيين قالوا أنه لا مجال إلى أن يكون هناك حكم محلي بأتم معنى الكلمة، لا يمكن أن تكون هناك استقلالية كبيرة، خاصة وأن تونس تتدرج في الديمقراطية، ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام المحلية في هذا الوقت. لذلك من المنتظر أن خلال المناقشة القانون في الأيام المقبلة أن يتم تعديل هذا التوجه، بحيث أنه سيتم من مخاوف تطبيق نعم مراد، هل هناك من مخاوف تطال ربما هذا القانون لناحية تأثيره على وحدة البلاد وربما إحياء النعرات الجهوية؟ هل من مخاوف وردت على لسان القوى السياسية تتعلق بهذا الأمر؟ بطبيعة الحال هذا ما أقصده بالضبط عند الحديث عن مخاوف من هذا القانون، وهذا ما قصدته من خلال الحديث على أن تونس ما زالت تتدرب على الديمقراطية، وأعطاء جرعة كبيرة من الحكم المحلي للمناطق قد يثير بعض الحساسيات فيما يخص بعض ما يسمى بالعروشية هنا في تونس، أو بعض النعرات المحلية التي ما زالت منتشرة، لا ينكرها أحد أنه ما زالت منتشرة خاصة في بعض المدن الداخلية. وبالتالي فإن أعطاء سلطة قرار لمجلس منتخب محلي، حيث أنه يصبح بما يشبه الحكومة المحلية. اليوم تحدثنا مع بعض نواب مجلس أعضاء مجلس نواب الشعب، تحدثوا على أن هذا القانون إذا مرر بعض الفصول إذا مررت بهذا الشكل، فإن المجلس البلدي المنتخب قد يصبح حكومة محلية، يعني له سلطة واسعة من القرار. بينما الذين قللوا من خطورة هذا القانون اعتبروا أن الدولة يحميها الجيش ويضمن سيادتها ووحدتها الجيش، الحكومة المركزية، المصرف المركزي الموحد، يعني ستكون هناك قرارات مركزية مهمة ستضمن وحدة البلاد. وهو يعني هذا الموقف تتقاسمه بعض الكتل، وخاصة نداء تونس والنهضة. نعم. من هي هذه الكتل مراد؟ نعم، هو حقيقة الخلاف أو وجهات النظر تختلف حتى داخل الأحزاب نفسها، لا يوجد موقف موحد لكل الكتل، ولكن هي متفقة على أن الحكم المحلي مهم ويجب أن نصادق على مجلة الجماعات المحلية. هذا تقريبا قاسم مشترك بين مختلف الكتل السياسية. ولكن عندما ندخل في التفاصيل كيف ستكون القوانين، بطبيعة الحال حزب نداء تونس متخوف قليلا من إعطاء جرعة كبيرة لمن الحكم المحلي والسلطة المحلية للبلديات. الجبهة الشعبية تدفع باتجاه أن يكون هناك يعني نسبة كبيرة من الحكم المحلي في البلديات. ولكن عندما تبدأ مناقشة نعم، حركة النهضة تدافع بشدة على إعطاء نسبة كبيرة من الحكم المحلي للبلديات، وتعتبر أن هذه المجلة أو هذا الحكم المحلي هو الذي سينقذ تونس. نعم. سينقذ تونس ويعطي مجال كبير للتنمية. ولكن فقط نقطة أخيرة، عندما تبدأ مناقشة الفصول فصلا فصلا، هم 400 فصل في هذه المجلة، وقتها سنعرف بالتحديد مواقف الأحزاب تحديدا من نسبة الحكم المحلي والسلطة المحلية التي تريد إعطائها البلديات والمجالس البلدية المنتخبة. شكرا جزيلا لك مراد الدلنسي مراسل الميادين في تونس على كل هذا المعلومات فيما خص هذا القانون. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام الانتخابية. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.